بنك ناصر الاجتماعي ابدأ صرف معاشات شهر مايو 2020 غدا الجمعة. وفي تعديل حصل بخصوص صرف معاشات شهر مايو عموما بسبب عيد العمال 1/5. كل حاجة هنعرفها بالتفاصيل في الفيديو ده. اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعي قناتنا الكرام، اتمنى من الله ان تكونوا في افضل حال. قبل ما ابدأ تفاصيل الخبر، من فضلك انزل اشترك في القناة من زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، فعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد. مجموعة متنوعة من الاخبار تفيد العديد من حضراتكم. هنبدأ بالخبر من جريدة النبأ، خبر مهم جدا. الاسكان الاجتماعي 50,000 جنيه حجز الشقة بسكن مصر او دار مصر في 12 مدينة. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن فتح باب الحجز الإلكتروني لعدد من وحدات مشروع سكن مصر دار مصر بعدد من المدن الجديدة، حيث يشمل الحجز 3727 وحدة سكنية في 12 مدينة عمرانية جديدة، هي 15 مايو، السادات، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، 6 أكتوبر، الجديدة العبور، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، بدر، ناصر، غرب أسيوط، المنيا الجديدة، وغرب قنا. قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه سيبدأ يوم الأحد المقبل 3 مايو 2020 فتح باب التسجيل إلكترونيا لحجز 1061 وحدة سكنية بالدور الأرضي والدور الأخير بمشروع دار مصر بخمس مدن جديدة، هي 15 مايو والسادات والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة. كما أضاف وزير الإسكان أنه سيبدأ يوم الأحد 10 مايو 2020 فتح باب التسجيل إلكترونيا لحجز 2662 وحدة سكنية بالدور الأرضي الأخير بمشروع سكن مصر بثمان مدن جديدة، 6 أكتوبر الجديدة والعبور والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة وبدر وناصر وغرب أسيوط والمنيا الجديدة وغرب قنا. ده كان الخبر الخاص بالإسكان الاجتماعي. كمان معانا خبر تاني وهو بعنوان بنك ناصر الاجتماعي يبدأ صرف معاشات شهر مايو غدا الجمعة. التفاصيل. كتبت الأستاذة ياسمين سليم في جريدة مصراوي منذ ساعات قليلة. قال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي إن البنك سيبدأ في صرف معاشات شهر مايو غدا الجمعة اليوم الأول من الشهر الجديد، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ شركة فوري. وأضاف فاروق في بيان للبنك اليوم الخميس إنه بدء صرف المعاشات يأتي بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ورئيسة مجلس إدارة البنك، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم. وذكر إن البنك حرص على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات، حيث يستطيع العميل الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 93 فرع والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي سواء التي تخص البنك أو البنوك الأخرى على مستوى الجمهورية. كما أكد فاروق إن البنك ملتزم بعدم احتساب عملات على عملاء البنك في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي. كما أشار إلى إمكانية السحب من خلال منافذ شركة فوري عن طريق كارت الاي تي ام الخاص بالعميل، حيث يتم تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدى التاجر لسحب المبلغ المطلوب، ويقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من الشركة. كما أوضح فاروق إن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحرص على عدم التكدس والازدحام داخل البنك وتخفيف وحدة التزاحم داخل الفروع وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.
وقال إن ذلك يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والازدحام واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل المكافحة فيروس كورونا المستجد والمساعدة في التيسير على المواطنين. كما أضاف فرو إنه تقرر أيضا أن تكون مواعيد العمل داخل الفروع أيام صرف المعاشات اعتبارا من الساعة 7:30 صباحا وحتى 2:00 عصرا، مع توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعي بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع. كما تم التنبيه على كافة الفروع باتخاذ الإجراءات للحفاظ على إنسانية وتيسير أداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية وعدم التكدس داخل الفروع وفقا لكلام فاروق. كما ذكر المصدر إنه حرصا على سلامة العاملين والعملاء تم توفير مستلزمات طبية وتوزيع عبوات من الكحول على العاملين للتعقيم الأيدي بالاستمرار على مدى اليوم. ده كان الخبر الخاص ب كمان معانا خبر تاني خاص ب من جريدة النبأ. الخبر من جريدة النبأ وبعنوان خبر هام لحاجز وحدات الإعلان التاسع بالإسكان الاجتماعي. أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إنه تم إرسال جميع عملاء الإعلان التاسع من الإسكان الاجتماعي لمرحلة الاستعلام على أن يتم الإنهاء من الاستعلام بالكامل نهاية يوليو المقبل. كما أضافت عبد الحميد إن الحاجزين في الإعلان التاسع وداخل الأولوية يصل عددهم إلى 23,000 مواطن من مدينة 6 أكتوبر، لافتة إلى أن الحاجزين خارج الأولوية وتم ترحيلهم إلى الإعلان العاشر. ستبدأ عمليات الاستعلام الخاصة بهم الفترة المقبلة، مؤكدة أن تسليم الشقق منهم خرجوا على الأولوية في الإعلان التاسع ستكون قبل حاجزي الإعلان العاشر. أيضا معانا خبر آخر وهو من جريدة مصر الآن، خبر بخصوص شهايد الاستثمار وبعنوان تصل مدتها إلى 3 أعوام. نكشف لكم تفاصيل الشهادات التي طرحها البنك الأهلي مؤخرا. تصل مدتها لثلاث سنين. نكشف لكم تفاصيل الشهادات التي طرحها البنك الأهلي بهذا العام. تفاصيل الشهادات ذات العائد 14% من البنك الأهلي التي تصل مدتها لثلاث سنين. طرح البنك الأهلي شهادات ادخارية جديدة زائد عائد 14% لمدة سنتين أو ثلاث سنين بعائد 12.5% لصالح بنك الاستثمار القومي. ونستعرض لكم أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن تلك الشهادات. لن تلغي الشهادات ذات عائد 15%. ووفقا لتصريحات يحيى أبو الفتوح رئيس البنك الأهلي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن طرح الشهادات الجديدة ذات العائد 14% لا يعني إلغاء الشهادات ذات العائد الثابت 15% والتي تم طرحها في 22 مارس الماضي وتصل مدتها إلى عام واحد. تفاصيل الشهادة ذات العائد 14%. تم طرح فئات جديدة من شهادات الاستثمار بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي كالآتي. تضمنت الشهادة نوعين، الأولى مجموعة ب للأشخاص الطبيعيين لمدة عامين بعائد 14%، والنوع الثاني شهادات مجموعة ب مدتها 3 سنين بعائد 12.5%. يصرف عائد الشهادتين كل 3 أشهر. كما طرح شهادات استثمار مجموعة د للهيئات الاعتبارية مدتها 3 سنين بعائد سنوي 11.5% يصرف كل 3 شهور. يشار إلى أن حصيلة البنك الأهلي من شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت 15% منذ طرحها في 22 مارس وحتى منتصف هذا الأسبوع حوالي 75 مليار جنيه. الخبر مصدره من جريدة الوطن. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.